قام وفد من بعثة مملكة البحرين للحج بزيارة تفقدية إلى الديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف على الترتيبات الجارية لتجهيز مخيمات الحجاج البحرينيين في مشعري منى وعرفات. يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لموسم الحج وفقا للبرنامج الزمني وخطة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وخلال الزيارة ناقش الوفد البحريني الترتيبات اللازمة من أجل توفير أفضل الخدمات لحجاج البحرين خلال أداء مناسك الحج لهذا العام.